مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نكمل سلسله شرح محاضرات ماده الجي اي تي بارت 2 من الباثولوجي اوف ذا جاسترونتستينال تراكت. وصلنا الى محاضره الميكروبيولوجي اوف ذا جاسترونتستينال تراكت اللي هي جماعه الاشيريشيا كولاي. اوكي، فبالبدايه استعرفنا عنوان المحاضره اللي هو الميكروبيولوجي اوكي اوف ذا جاسترونتستينال تراكت. فلازم نعرف النورمال فلورا، تمام؟ النورمال فلورا هي يعني شنو؟ هو عبارة عن مصطلح، تمام؟ هذا المصطلح نوصف به بكتيريا أو مثلاً فطريات، تمام؟ اللي موجودة بمكان معين بالجسم. فإذا نريد نعرف النورمال فلورا is terms used for describe the various bacteria and fungi that permanent resident of certain body sites. يعني هو عبارة عن مصطلح يوصف وجود بكتيريا أو فنجاي أو أي شيء، تمام، موجود بمكان معين بالجسم. يقول هاي الميكروبكتيريا فلورا تختلف، تمام، تكون مختلفة من ناحية العدد ومن ناحية الشكل مالتها. يقول هاي الميكروبكتيريا فلورا هي شنو؟ هي نون باثوجينيك. بعض الغرابة بالموضوع، يعني هي بحد ذاتها بمكانها ما راح تسبب لي مرض، لكن اذا تغير المكان مالتها راح تسبب لي مرض. يقول شنو البيزك تايب اوف نورمال فلورا؟ يعني شنو انواع النورمال فلورا؟ عندي نوعين، عندي ترانسنت نورمال فلورا او ريزيدنت نورمال فلورا. فهسه اذا سالنا شنو نورمال فلورا، يقول لي هي يعني اما بكتيريا او فنجاي موجوده ضمن مكان معين، تختلف من ناحيه العدد ومن ناحيه الكائن. والغريب بالموضوع انه هي نون باثوجينيك، يعني ما راح تسبب لي مرض، تمام، لكن اذا تغير المكان مالتها راح تسبب لي مرض. فهي نوعين، ريزيدنت وترانسنت، تمام. هسه راح نشوف شنو الفرق ما بين النوعين. الترانسنت نورمال فلورا يقول انه الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم ذات فاوند ان سكين اور ميوكس ان اور اور داي نون فيكسد. الترانسنت نورمال فلورا تكون نون فيكسد، يعني شلون؟ يعني موجوده على الميوكس، تمام، او على الجلد، تمام، بساعات او ايام، وممكن انه يتغير المكان مالتها. فهي نون فيكسد لانه اذا مثلا موجوده بين الميوكس راح مثلا تنتقل المكان ثاني، او اذا موجوده على الجلد ممكن انه هناك الفتشي وتلتصق بالشيء وتدخل للجسم. فهي نون فيكسد. It's delivered from environment non produce disease. يعني هي منين جايتني؟ جايتني من البيئة، اوكي؟ فمثلا اذا التصقت وين؟ بالايد، اوكي؟ على الجلد، ودخلت الى الميوكس مالت من مالت الفم. فهي منين جايتني؟ من البيئة. فاذا نريد نفتهم اكثر الترانسنت نورمال فلورا، فهي عبارة عن بكتيريا هماتين او فانجاي، وين موجودة؟ على الجلد او على الميوكس. وشو تكون؟ نون فيكسد، لانه شنو؟ جايتني من البيئة. اما بالنسبة للريزيدنت لا، تكون فيكسد، تمام، وتكون ثابتة بالموقع مالتها. وبنفس الوقت إلها قدرة على إنه شنو؟ ترجع تسوي نفسها، re-established itself، تمام؟ فهذا هو الفرق ما بين الترانسنت نورمال فلورا والريزيدنت نورمال فلورا. فهسه بهذا السلايد عرفنا النورمال فلورا، عرفنا الأنواع مالتها والفرق ما بين النوعين. زين، هاي النورمال فلورا قلنا إنه هي نون باثوجينيك، فإلها شنو؟ إلها أهمية. شنو الأهمية مالت من مالت النورمال فلورا؟ شنو الرول أوف نورمال فلورا؟ تلعب دور مهم بالإنتيرو هيباتيك سيركوليشن، تلعب دور مهم بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن، يعني بعملية نقل البايل الى الليبر، لها دور مهم، اوكي؟ تمام، بعد شو تسوي؟ تهضم الفايبر وتهضم المواد، بعد حماية، تمام؟ تعتبر هذه النورمال فلورا حماية، بروتكشن، زين، بعد مناعة، تمام؟ اميونو ستيميوليشن، تحفز النظام المناعي، بعد تلعب دور مهم بال opportunistic infection، تمام؟ تلعب دور مهم ان الشخص يصاب بانفكشن معين. فهذه اذا سالنا شنو الرولز، شنو الاهميه مالت النورمال فلورا، هن 5 نقاط. اوكي، نجي نكمل. زين، يقول انه بلاي قلنا بالنقطه الاولى تلعب دور مهم بالانتيرو هيباتيك
circulation. يقول شنو؟ يقول إنه play important role in metabolites that are conjugated in liver, exerted in bile and deconjugated in intestine. يعني هي ال bile ممكن in on deconjugated من intestine تودي المل للليفر وتساعد على إنه يتحول المل إلى conjugated. تمام؟ يعني الوظيفة مالت ال H pylori أو قصد النورمال فلورا تأخذ البايل من الانتستين تودي إلى الليفر وتساعد على أنه يتحول من unconjugated إلى conjugated بواسطة ميتابوليزم يصير وين داخل الليفر وذا كان الميتابوليزم اللي راح يتحول به. زين بعد راح ينتج لي فيتامين K. تمام؟ فيتامين K اللي راح يسوي that synthesis protein for coagulation fiber digestion. تمام؟ قلنا بالنقطة الثانية nutrition و fiber digestion. تمام؟ فراح تنتج لي فيتامين K. هذا الفيتامين K يخلق البروتين. البروتين شنو وظيفته؟ يسوي عملية التخثر وبنفس الوقت يسوي لي fiber digestion. تمنع البكتيريا باي بلاك ريسبتر. قلنا هي تحمي from external invader. يعني راح تحمي المكان اللي هي موجودة بيه من مثل ما نقول احنا الغزو الخارجي. فش تسوي بلوك للريسبتر وراح تمنع الديزيز و opportunistic infection when normal flora change site diverts. شنو المقصود بـ opportunistic infection؟ يعني تحافظ على وجودها بنفس المكان لان اذا تغير مكانها راح تسبب لي شنو opportunistic infection. زين وين النورمال فلورا اكثر شيء موجودة؟ ان upper GIT. تمام؟ يعني بالتحديد هي من المشتقة من الأوروفرنجيال. من الأوروفرنجيال وراح تنزل بشكل شلون نقول colonization أو شلون الغزو تستوطن مكانات معينة وبس تتحرك راح تسبب لي مرض. فهسه عرفنا بهذا السلايد شنو الرول أو شنو الأهمية من النورمال فلورا. النورمال فلورا لها أهمية كلش كبيرة. تمام؟ تلعب دور مهم بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن، تهضم فايبر ونيوتريشن، تحمي المكان اللي هي موجودة فيه، تحفز الجهاز المناعي، تلعب دور مهم بالأوبورتونستيك انفكشن. أوكي؟ زين هسه نجي المن إلى جي آي تي نورمال فلورا. يقول إنه هاي البكتيريا تمام اللي هي بكتيريا نورمال فلورا ايش قد الانواع مالتها؟ حوالي من 30 الى 40 نوع. اوكي شنو الانواع مالت من مات البكتيريا؟ زين يقول انا عندي فلورا طبيعيه. قلنا الفلورا الطبيعيه نورمال فلورا اما تكون بكتيريا او فيروس او فنجاي. 99% من فلور من البكتيريا ان جي اي تي هي ان ايروبيك. ذن مجرد ملاحظات ممكن انه تجيني بالام سي كيو، خاصه انه هاي السنه هواي جابوا على الميكروبيولوجي فلازم نعرف شنو الانواع مالت البكتيريا. حوالي من 30 الى 40 نوع. تمام؟ زين و 99% من هاي الانواع هي ان ايروبيك يعني غير هوائيه. زين نجي شنو الكومن كوز يعني السبب اللي اكثر شيوعا الى الجاسترو انتستينال انفكشن. يعني الالتهاب اللي يصير وين بالجي اي تي شنو السبب اللي هو يكون اكثر شيوعا؟ اولا عندي الفود اند ووتر انفكشن، ثانيا عندي الاورال هايجين، وثالثا عندي الاديشنال بكتيريا. فهسه نجي من الفود اند ووتر انفكشن. يعني عندي التهاب بسبب الطعام او الشراب. شو تسببه بكتيريا؟ مثل ما عندي بكتيريا كوليرا او سلمونيلا او شيجيلا او اشليشا كولاي، لان كلهن يسببن لي شنو؟ يسببن لي food and water infection. فيروس مثل ما عندي الروتا فيروس والكال سي فيروس. بعد عندي الباراسايتز. الباراسايتز مثل ما عندي مثل عندي الجارديا والكريبتو سبورديوم بارفيوم. اوكي او يصير عندي انتستينال هيلمث مثل ما عندي نيماتودز سيستودز او تريماتودز اللي هي الديدان. اوكي الديدان اللي يصير وين بالانتستينال. فهسه الانفكشن اللي راح يصير بسبب الطعام او الشراب اللي راح يؤدي لي الى انفكشن بالجاسترو انتستينال تراكت قد يكون بسبب بكتيريا. ذكرنا انواع البكتيريا، قد يكون بسبب فيروس، وذكرنا انواع الفيروس قد يكون بسبب باراسايت او قد يكون بسبب ديدان. نجي نكمل الفود انتوكسيكيشن يعني تسمم الطعام. تسمم الطعام قلنا قد يكون بسبب شنو؟ بكتيريا مثل ما عندي ستافيلوكوكس ايورسيس، او بسبب بكتيريا ثانيه اسمها كلوز لانه شويه خاصه تريديوم.
بوتش يو لين يام، بوتش يو لين يام، تحس شنها في الاسم تركي اوكي، او سالمونيلا، جماعه السالمونيلا اوكي، راح تسبب لي شنو التهاب او تسمم بالطعام، وبنفس الوقت تسبب لي انفكشن بالجي اي تي. زين نجي المال الاورال هايجين. الاورال هايجين او يعني فد شيء راح ناخذه اورالي وراح يسبب لي انفكشن بالجي اي تي، مثل ما عندي، مثل عندي الستريبتوكوكس ميوتنس اوكي، اديشنال بكتيريا، بكتيريا ثانيه مثل عندي الاتش بايلوري او كلوستريديوم، كلوستريديوم ديفيسال اوكي. فيب هنا الفكره اوكي. فس اخذنا شنو الاسباب او شنو الشغلات اللي راح تسبب لي جاسترو انتستينال انفكشن، عرفنا الفود اند ووتر انفكشن، عرفنا الاورال هايجين، وعرفنا الاديشنال بكتيريا، وقدرنا نميز انواع البكتيريا. هسه نجي ناخذ كل وحده على شنو، على حدا اوكي، حتى شنو نفتهمها. بالبدايه ناخذ الفيبريو كوليرا. الفيبريو كوليرا اللي هي راح تسبب لي كوليرا تمام، واللي هي كانت قبل كم سنه كلش يعني موست كمان، وبنفس الوقت ممكن انه تؤدي الى الدث. فالفيبريو كوليرا شنو النوع مالتها، شنو نوع هاي البكتيريا؟ جرام نيجاتيف روت، يعني تكون شلون العصايات وبنفس الوقت تكون جرام نيجاتيف. هاي واحد يقول هاي الكوليرا راح تحتاج شنو، راح تحتاج املاح حتى تنمو تمام. فيب هذه البكتيريا حتى تنمو تحتاج شنو، املاح تمام. وممكن انه احنا ننصاب بيها من الاسماك او من الاكل البحري اكثر شيء. زين شنو الميكانيزم تمام، راح تدخل وراح تحرر السم مالتها. شنو السم مالتها؟ اسمه كوليراجين تمام. هذا الكوليراجين ايش راح يسوي؟ راح يسوي دامج المن الابيثيليال مالت السمول انتستين. الاعراض اللي راح يجيني بها المريض، الاعراض اللي راح يجيني بها المريض، الكوليرا راح يصير عنده سيفير دياري او سيفير فوميتنج. الدياري راح يكون شنو، تكون يعني لونها مثل لون الرايس، رايس ووتر ستول، وراح يصير عند الشخص شنو، ديهايدريشن اوكي. زين بعد بعد شنو راح يصير عنده؟ يقول انه الترانسميشن الشوت راح تنقل اما عن طريق المي او عن طريق المأكولات البحرية. العلاج بواسطة شنو، بواسطة دواء اسمه تتراسايكلين، او عندي شو اسمه المغذي اوكي، لان هو صار عنده ديهايدريشن فغصبا عليه لازم اعطيه مغذي. اقدر اني امنعه عن طريق الفاكسين تمام، سووا له لقاحات، لكن الفاكسين مو دوم يعني يكون افكت، مو دوم ياثر تمام. لازم اني امنعه عن طريق شنو، وقتها شنو قالوا لنا؟ تهتم بالنظافه الشخصيه، غسل ايديك، اهتم بالطبخ اوكي. فيب هنا الفكره. زين هسه افتهمنا الفيبريو كوليرا، عرفنا الكوليرا تمام، عرفنا شنو نوع البكتيريا، عرفنا منين راح تنقل، عرفنا شنو الوسط اللي راح تنمو بيه، عرفنا الميكانيزم اللي راح تطبي تهاجم الجسم يقول لك طابة فزعة اوكي، عرفنا الاعراض اللي راح تظهر على المريض، وعرفنا شلون نمنعه اوكي. بهالطريقة هاي انا اضمن انه تقدرون تفهمون كل المعلومات. نجي نكمل، وصلنا المن الى السالمونيلا. خلينا نشوف السالمونيلا ايش تحكي. السالمونيلا شنو نوع البكتيريا؟ النوع البكتيريا هو جرام نيجاتيف رود تمام، يعني عباره عن عصايات شو تكون، تكون نيجاتيف، جرام نيجاتيف رود. شو تسبب لي؟ تسبب لي تيفويد تمام. يقول انه this bacteria pass from the intestine to the bloodstream lead to the septicemia، يعني هاي البكتيريا راح تمر منين، من الامعاء تمام، المن الى الدم، فراح تسبب لي تسمم بالدم اوكي. شنو الاعراض اللي راح يجي بها المريض؟ راح يجي المريض عنده ألم بالبطن، وبنفس الوقت عنده حرارة، عنده فيفر. هذه السالمونيلا شلون راح تنقل؟ بواسطة الماي والطعام تمام. وزين شلون انا اقدر اعالجها؟ انتي بايوتيك، اكثر شيء انتي بايوتيك يقدر يعالجها. فهسه السالمونيلا شنو نوع البكتيريا؟ جرام نيجاتيف. ايش راح تسبب لي؟ تيفويد. شنو الميكانيزم اللي راح تطبي؟ والله هي راح تطب من السمول انتستين تروح للدم، تطلق السم مالتها فتسبب لي تسمم. الاعراض اللي راح يظهر بها المريض عرفناها، شلون راح ينتقل عرفناها، والعلاج اوكي. نجي المن للشيله
والله حنشوف الشقلة. الشقلة شنو نوعها؟ جرام نيجاتيف، تمام؟ عندنا بس واحدة بوزيتيف، هسه راح نشوفها. زين، الميكانيزم اللي راح تفوت بيه الشقلة شنو؟ والله تجي تترنح، ايش راح تسوي؟ راح تحرر التوكسين مالتها. شنو اسمه؟ اسمه شيجا، شيجا توكسين، تمام؟ اللي راح يسبب لي شنو؟ ديزنتري، تمام؟ زين، شنو الاعراض اللي راح يظهر بها المريض؟ راح يظهر عنده ستول، بس شنو ستول؟ ووترلي وبي بلاد، تمام؟ وبنفس الوقت شو ندوسه؟ نشوفه هذا مرتفع حرارته. زين، الانتقال شلون راح تنتقل؟ اما عن طريق الطعام والشراب او عن طريق فيكو اورال. زين، شلون اقدر اني اعالجه؟ انتي بايوتيك. زين، وشلون اقدر اني اعالجه؟ انتي بايوتيك. وهم اقدر اهتم بالاورال هايجين، يعني جود هايجين، يعني اهتم بالنظافه الشخصيه مالتك مثل ما واحد يقول. زين، وصلنا المن الى الاشي شيكولاي. هذه اخر نقطه وين بالبكتيريا. الاشليشيا كولاي شنو نوعها؟ جرام نيجاتيف، هوائيه لو غير هوائيه، ان ايروبيك غير هوائيه. زين زين، راح تحرر التوكسين مالتها، تمام؟ فراح يظهر عند الشخص اعراض من ضمنها النوزيا، دياريا وجماعتها. زين، الاشليشيا كولاي تعتبر احد الاسباب اللي تسبب لليو تي اي. اخذناها باليوريناري سيستم، احد الاسباب لليو تي اي هي الاشليشيا كولاي. اقدر اني اعالجها بواسطه منو؟ الانتي بايوتيك. نجي المن للفيروس مالت من اللي راح تسبب لي food and water infection. شنو الفيروس؟ الفيروس عندي ثلاثة، اوكي؟ روتا فيروس والكالفي فيروس والباراسايتس. نجي المن للباراسايتس، عندي ثلاثة، تمام؟ اللي هي الاميبيا والجارديا والكريبتو سبوردوسيس، تمام؟ ذن الثلاثة هن الباراسايتس. نجي ناخذ الفيروس بالبداية، عندي منو؟ عندي الروتا فيروس. اوكي، الروتا فيروس شنو الطبيعة مالتهم؟ اوكي، الروتا فيروس تسبب لي شنو؟ تسبب لي، هو عبارة عن فيروس يصير اكثر شيء بالاطفال، فيسبب لي ديارة بالاطفال، اوكي؟ باختصار، خاصة عند الاطفال اللي يكون عمرهم تحت السنتين، اوكي؟ less than 2 years. فهذول يصير عندهم التهاب بسبب شنو؟ بسبب الروتا فيروس. الكالسي فيروس، تمام؟ يقول هذا يسبب لي شنو؟ التهاب بالجاستريك، فيسبب لي جاسترو انتيرايتس، يعني التهاب امعاء مثل ما واحد يقول. البيريود اوف ديزيز، فترة احتضان المرض حوالي من يوم الى يومين. الميكانيزم شلون راح يصير؟ اول شيء هو راح يصير وين؟ بالبروكسيمال باول، اوكي؟ وبنفس الوقت شنو اللي راح يسوي؟ راح يجي فنزاع يلزم الميوكوزا ليخربها، فراح يصير عنده شخص ميوكوزا دامج. وبنفس الوقت اذا صار اكو ميوكوزا دامج، البلاي مالت الميوكوزا ايش راح يصير بها؟ راح تقصر، وبنفس الوقت يصير بها هايبركليجيا. زين، هذا الكالسي فيروس شلون راح ينتقل؟ ينتقل اما فيكو اورال، او راح ينتقل عن طريق الطعام، تمام؟ او ينتقل نتيجة الى شنو؟ اكو كونكشن من شخص الى شخص. فهيج الفكرة انه الروتا فيروس يصير بالاطفال خاصة تحت السنتين، ويسبب لهم شنو؟ دياريا، سيفير دياريا. اما بالنسبة للكالسي فيروس، لا، هذا الكالسي فيروس راح يسبب لي التهاب امعاء، وترى هواي يصير بينا واحنا صغار، اوكي؟ وفترة احتضان المرض حوالي من يوم الى يومين. وبنفس الوقت راح يصير عنده الم بالبطن، ليش؟ لانه راح يصير الميكانيزم مال هذا الفيروس بالبروكسيمال باول، يعني بالامعاء الدقيقه الجزء العلوي مالتها، فراح يخرب الميوكوزا ويقصر الفيلاي. زين، شلون حينتقل؟ قلنا في كوارل او كونكت فروم بيرسون تو بيرسون. زين، وصلنا الى ثالث نقطه من الفيروس اللي هي الباراسايتس. الباراسايتس عندي ثلاثه، اللي هي الاميبياز والجارديا والكريبتو سبوردوسيس. نجي المن للاميبياز. الاميبياز ايش راح تسبب لي؟ تسبب لي ديزنتري، اوكي؟ تسبب لي ديزنتري، تسبب لي الم بالبطن، فيفر، دياريا. انا اقدر اشخصها، شلون اقدر انا اميزها؟ بالستول راح اشوف شلون الاكياس، تمام؟ فهذه الاكياس تشير الى انه الشخص عنده التهاب بسبب اميبياز. الجارديا ايش راح تسبب لي؟ راح تسبب لي الم بالبطن، وايضا الشخص يحس يعني عضلاته تعبانه، muscular weakness، اوكي؟ نجي المن للكريبتو سبوردوسيس. الكريبتو سبوردوسيس تصير عند الاطفال اللي يكون تحت سن الخمس سنين، اوكي؟ الاعراض اللي راح يجي بها الطفل جاي اهله عنده نوزيا، فوميتنج، انوركسيا، مثل اي اعراض بالجي اي تي، اوكي؟ زين، او ممكن يصير عنده اعراض ثانيه مثل عنده مشاكل بالليفر، باللاين، بالجول بلادر.
هذا الانفكشن شنو؟ سيلف ليميتنج، تمام؟ يعني شنو؟ يعني بوحده يروح، يعني انه ياخذ فترة كلش قصيرة ويروح، سيلف ليميتنج يعني يتعالج وحده. زين نجي نمل الديدان. الديدان ال اوكي وين رحنا؟ اوكي هذا الديدان اللي هي الهرمس. الديدان عندي ثلاث انواع، شنو اللي هي النيماتويد والسيستويد والتريماتويد التويد دولة. اوكي فالنيماتويد ايش راح تسبب لي؟ راح تسبب لي او شلون نقول، مو يعني هن ثلاث انواع. اوكي الريماتويد مثل من، مش راح تسبب مثل من، مثل عندي روند دورم. روند دورم اللي هي الديدان الاسطوانية، بن دورم وورم اللي هي الديدان الدنبوسية، هوك وورم اللي هي الديدان تكون شلون ال 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 يعني شلون بها سلايات. اوكي ويب وورم اللي راح تكون الديدان الصوتية، سيستويد مثل عندي سيستويد مثل وين موجودة هاي الديدان؟ موجودة بالبيف باللحوم وبالفش. تريماتويد وين موجودة أو مو وين موجودة، شلون تكون فلانكس. أوكي فلانكس يعني هذه الديدان. أوكي وهاي الأنواع مالتها أو من ناحية الوجود مالتها، فهسا هذه نيماتويد، هذه سيستويد، وهذه تريماتويد. أوكي زين نجي المن إلى الفود انتوكسيكيشن. الفود انتوكسيكيشن ذكرنا ثلاث أنواع اللي هي الستافيلوكوكس والكلودز تريديا وعندي السلمونيلا. زين نجي نمل الستافيلوكوكس. الستافيلوكوكس تمام شلون راح تنتقل؟ عن طريق الفود. اوكي زين او عن طريق ال 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 الاكل الحار، الفود اللي هو مثل عندي المايونيز، او عن طريق الاكل الحار. فتسبب لي شنو؟ تسبب لي التهاب امعاء، فيجي الشخص شنو عنده؟ عنده اسهال وبنفس الوقت عنده تقيؤ ويعني شلون نقول ورت 4 ساعات او 8 ساعات من الاكل. يعني مثلا هو ماكل اكل بمايونيز او اكل بسبايسي كلش، فورا 4 ساعات او 8 ساعات ظهرت عنده هاي الاعراض. نجي الى ثاني نوع اللي هو الكلوز تريديوم. تمام الكلوز تريديوم شلون ينتقل؟ عن طريق الطبخ. اوكي بس الطبخ بصوره غير صحيحه. تمام زين السلمونيلا، السلمونيلا شنو نوعها؟ جرام نيجاتيف. اوكي السلمونيلا جرام نيجاتيف. زين السلمونيلا انفكشن شو سبب لي؟ سبب لي التهاب بالسمول انتستين. الاعراض اللي راح يجي بيها الشخص نوزيا فوميتنج وجماعتها. اوكي شلون راح ينتقل؟ في كوارو. تمام وما راح يعالج بواسطه الانتي بايوتيك، يعني هي مجرد شلون نقول نفس الاعراض نفس العلاج نفس الواحد شلون يوقي نفسه بس بانواع مختلفه. زين نجي نكمل وين وصلنا؟ الى الاورال هايجين. الاورال هايجين اوكي الاورال هايجين انه مثل ما عندي مثل عندي الستريبتوكوكس ميوتانت يقول هذه الاورجانيزم ايش راح تحاض؟ راح تحاض بواسطه كبسول. تمام زين هذه ايش راح تسبب؟ راح تسبب لي امراض باللثه وتسبب لي امراض بالاسنان، فراح تسبب لي كام ديزيز اند دنتال كيرز. فالاورال هايجين مثل ما عندي مثل عندي الستريبتوكوكس تمام هي اورجانيزم صغيره محاطه بكبسوله، فايش راح تسوي؟ راح تسبب لي تسوس بالاسنان تمام او تسبب لي امراض وين؟ باللثه. بكتيريا ثانيه اللي هي الاتش بايلوري او كلوستريديوم ديفيكال. الاتش بايلوري ايش راح تسبب لي؟ قلنا كرونيك غاستريتس واخذناها تمام بالبارت الاول، قلنا الاتش بايلوري تسبب لي التهاب معدي مزمن او تسبب لي بيبتيك اثر. تمام يقول هذا شلون راح تنتقل؟ اورال اورال او فيكو اورال او من الانفايرمنت. زين الكلوستريديوم ديفيكال شنو نوعها؟ بوزيتيف، فقط هاي بوزيتيف. اوكي الكلوستريديوم ديفيكال فقط هاي بوزيتيف وتعيش في ظروف غير هوائيه عن ايروبيك. شو تسبب لي؟ تسبب لي انتيرو كولايتس يعني التهاب امعاء. تمام بنفس الوقت تسبب لي هماتين سيدو ممبرينيوس كولايتس او دامج ان ذا لارج انتستين.
يعني تسبب لي اما التهاب امعاء او تسبب لي التهاب بالقولون او تسبب لي ضرر باللارج انتستين. تمام؟ فاذا اجى من ام سي كيو ومنو الجرام بوزيتيف ايش اقول له؟ اقول له كلوستريديوم، كلوستريديوم ديفيكالت. زين، وين ذا وات are the causes of GIT inflammation؟ شنو سبب التهاب اللي راح يصير في ال يعني بالgastrointestinal tract؟ أما يكون جيناتيك وراثي مثل عندي inflammatory bowel disease أو مناعة. تمام؟ يعني مثلاً ال inflammatory bowel disease يصير مرات بسبب مناعة، نقص مناعة. تمام؟ زين، السيستوكاينين تتحرر من الجهاز المناعي استجابة إلى شنو؟ استجابة إلى أنه أكو إنفلاميشن بالجي آي تي، فراح تتحرر السيستوكاينين. تمام؟ فيب هنا الفكرة أنه السبب مالت الجي آي تي إنفلاميشن أما جينيتك أو إميون سيستم. جينيتك من الممكن أنه يكون الإنفلاماتري باول ديزيز جيني، أوكي؟ إميون سيستم هذا الإنفلاماتري باول ديزيز راح يصير بسبب شنو؟ بسبب اضطراب مناعة، أوكي؟ زين، نجي ورا ما خلصنا الميكروبيولوجي وصلنا إمن إلى الجي آي تي مالجنانسي، أوكي؟ وهذه تعتبر آخر محاضرة في البارت رقم 2. زين، الجي آي تي مالجنانسي اللي هي السرطانات اللي راح تصير بالجي آي تي، وين ممكن تصير؟ أما تصير بالكولوريكتال أو تصير بالمعدة أو بالبنكرياس أو بالإيسوفيغاس. هذه المكانات اللي يصير بيها الكانسر وين؟ بالجي آي تي. تمام؟ فهسه راح نجي ناخذ مكان مكان وراح نتعرف على حد ما نفهمه، أوكي؟ نجي إمن إلى الكولوريكتال كانسر. زين، الكولوريكتال كانسر يعني وين راح يصير؟ ما بين القولون وما بين الركتم، اوكي؟ صايرين؟ تمام. زين، هذا الكولوريكتال كانسر تقريبا ثلثه وين يصير؟ بالركتم، والثلثين وين يصير؟ بالقولون، لذلك يسموه كولوريكتال. تمام؟ والمعدل الاصابه يعني متساوي ما بين المن والممن. فهسه كابدمنولوجي عرفنا انه ثلث التيومر وين يصير؟ بالركتم، والثلثين وين؟ بالقولون، فيسمونه كولوريكتم. تمام؟ وبس. زين، شنو السبب؟ شنو السبب؟ شنو الكوزيد اوف ذا كولوريكتال كانسر؟ السبب مالت الكولوريكتال كانسر اما ادينوما، تمام، او الدايت اند كولون كانسر. يعني ادينوما يعني اكو فد خلل، تمام، بالغشاء، بالغشاء مالت من مالت الكولوريكتال ادى الى كانسر وين؟ بالادينوما. تمام؟ او بسبب الدايت يعني من الاكل او كولون كانسر. شلون؟ الادينوكارسينوما جايني شلون؟ بسبب شنو؟ بسبب طفرة وراثية. تمام؟ هذه الطفرة الوراثية ذات انفلونسد اللي تتأثر بواسطة شنو؟ بواسطة عوامل خارجية. يعني نتيجة إلى عوامل خارجية أدت إلى ميوتيشن، هذا الميوتيشن أدى إلى ادينوما. تمام؟ ادينوما اللي هو سرطان بالغشاء. زين، الدايت اند الكولون كانسر. الدايت اند الكولون كانسر جايني بسبب شنو؟ بسبب مادة، تمام، ممكن انه مرات الاشخاص يستنشقوها اللي هي الان نيتروزا كومبوننت، او بسبب مشكلة بالدي ان اي، او بسبب شو اسمه الالياف الغذائية. تمام؟ او بسبب الدهون الحيوانية او السموكينج او الكحول. ذني كلهن يؤدن إمن الى الدايت عن كولون كانسر، وبالتالي يؤدن الى كولوريكتال كانسر. فاذا سألنا اوكي شنو السبب مالت من مالت الكولوريكتال كانسر، اقل الاثنين، يا اما ادينوما كارساينوما سيكونس اللي هو فت سرطان، اوكي، راح يصير بسبب شنو؟ بسبب ميوتيشن بتاثير عوامل خارجيه، او من الدايت اند الكولون كانسر اللي هو بسبب شلون يصير الدايت اند الكولون كانسر؟ يصير نتيجة انه مرات الاشخاص يستنشقون مواد مثل النيتروزا كومبوننت، او صار في طفرة بالدي ان اي فسببت لي كولون كانسر، او الياف غذائية، او انيمال فات، او سموكينج، او الكحول، او غيرها. زين، هذا الكرونيك كانسر او الكولوريكتال كانسر. اما يكون لوكالي او ينتشر. زين، ينتشر المن اما الى الغدد اللمفاوية او الى البلود ستريم، تمام، او ينتشر الى انحاء ثانية من الجسم. فاذا سمعنا انه انتشر، فوين ينتشر؟ ينتشر اما لمفاتيك او البلود ستريم، تمام، عن طريق البلود ستريم
الكريم الى مكونات ثانيه. زين، شنو الستيجنج مالت الكولوريكتال كانسر؟ بالبدايه ايش راح يسوي؟ راح يصير عندي انفيجن اوف بات نوت بريتشنج ماسكولاريس بروبيريا، يعني راح يهاجم المنطقه اوكي ما بين اللي هي الكولون والريكتم، تمام، وبس ما راح يوصل الى الماسكولاريس بروبيريا. بالستيج الثاني لا، راح يوصل الى الماسكولاريس بروبيريا، لانه احنا نعرف انه الغشاء مالت الجي اي تي متكون من الميكوزا، عصب الميكوزا، ماسكارانيك اكسترنس والروزا، فبالبدايه يهاجم بس ما راح يوصل للماسكارانيك اكسترنا، وراها راح يوصل لها، وراها راح يروح للليمف نود، وراها راح يبدي ميتاستاتيك، يعني راح يبدي ينقسم وينتشر. اوكي، هنا هي الفكره. فاذا سالنا انه الكانسر مالت القولون شو راح ينتشر؟ ينتشر عن طريق البلاد ستريم، يروح المن الى الليمفاتيك، تمام، او الى مكونات ثانيه. زين، شنو الستيجنج؟ بالبدايه راح يهاجم، يصير لا يسوي انفيجن، هذا الانفيجن ما راح يوصل الى الماسكولاريس بروبيريا، ورا ما راح يوصل الى الماسكولاريس بروبيريا راح يروح المن الى الليمف نود، وراها راح يسوي ميتاستاتيك وبعدين راح ينتشر. زين، يقول شنو الكلينيكال فيتشر، يعني شنو الخصائص، تمام، مالت من مالت الكولوريكتال كانسر. تمام، شنو يتميز هذا الكولوريكتال كانسر؟ بالبداية الكولوريكتال كانسر يصير بالأشخاص أوكي اللي عمرهم أقل من 50 سنة، تمام، يصير بالأشخاص اللي عمرهم أقل من 50 سنة، هاي أول نقطة نحطها بروسنا. بعد يصير ضمن الفيرست ديجري ريليتيف أوف كولوريكتال كانسر، يعني ضمن الأقارب من الدرجة الأولى، أوكي، الأقارب من الدرجة الأولى يصير بيهم، ممكن إنه يتوارثوا. إمرجنسي presentation occurred in 20% of cases، تمام، يقول يعني بالامرجنسي، تمام، بالامرجنسي روم او بالطوارئ نشوف بحوالي 20% من الكيسات هي colorectal cancer. زين، بعد يصير اكو تغيير بالباول، تمام، تغيير بالباول بشكل كبير مدة طويلة حوالي 6 أسابيع راح يؤدي الى colorectal cancer. نزيف بالمستقيم rectal bleeding، تمام، الريكتال بليدنج تؤدي الى كولوريكتال كانسر. نقصان بالايرون تؤدي الى كولوريكتال كانسر. زين، 7، الم بالبطن، مغص كلش قوي، ممكن انه يسبب لي او مو يسبب لي وانما يعتبر احد الاعراض من الكولوريكتال كانسر، او نحس اكو ماس، تمام، بالبطن، فهذه دليل على الكولوريكتال كانسر، والشخص يبدي يفقد وزن. اوكي، ما دام يبدي يفقد وزن فهذا كولوريكتال كانسر، تمام. فهذه هي الفكره. فاذا سالنا شنو الكلينيكال فيتشرز اوف ذا كولوريكتال كانسر، او شنو المميزات مالته، نقول له انه يصير بالاشخاص اللي عمرهم اقل من 50 سنه، تمام، ممكن انه يكون متوارثه ضمن الدرجه الاولى من العائله، تمام. زين، نشوفها بحوالي 20% من الكيسات بالطوارئ. بعد يقول انه راح يصير اكو تغيير باللارج باول، بالحركه مالت اللارج باول مده طويله جدا، هذا دليل على انه الشخص عنده كولوريكتال كانسر. يصير عنده هيموريت نزيف، خاصه وين؟ بالركتم. نتيجه للنزيف يصير عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، وبنفس الوقت يصير عنده مغص بالبطن، ومن نلزم البطن نحس اكو ماس، وبنفس الوقت يقوم يفقد وزن. اوكي، نجي نكمل. زين، خلصنا الكولوريكتال كانسر، وصلنا الى ثاني نوع اللي هو السرطان وين؟ بالستومك. اوكي، نجي المد للكارسينوما اوف ستومك. كابدومينولوجي وين اكثر شيء يصير؟ بالمان لو بالومن؟ لا، بالمان، تمام، يعني بالرجال اكثر مقارنه بالنساء. زين، وين يصير اكثر شيء؟ بالجزء العلوي لو بالسفلي؟ لا، بالجزء العلوي، خاصه العفو بالايسو gastric junction، تمام، esophageal gastric junction اللي هو الارتباط ما بين المعدة وما بين البلعوم، هذا الارتباط يصير هنا بكانسر. يقول هذا الكارسينوما of the distal stomach and the body is common in love. اوكي، يعني انه اكثر شيء عندي انه بالجزء الحلوي، فبالجزء السفلي يكون اقل شيء عن. زين، يقول انه البروكسيمال جاستريك كانسر سيم تو افكت برنسبل هاير سوسيو انوميك جروب، يعني شنو؟
يؤثر على الشخص من الناحية المجتمعية، يعني راح يأثر عليه، يعني راح يأثر عليه بشكل سلبي. فالسرطان مالت المعدة اوكي اكثر شيء عنوان بالرجال، تمام، اكثر شيء عنوان بالجزء الحلو من المعدة، خاصة بالارتباط بين الايسوفيغاس وما بين الستومك اللي هي الايسوفيغو جاستريك جونكشن، تمام. وبنفس الوقت بس هو هذا، يعني هذا المختصر مالت هذا السلايد. زين، شنو السبب مالت مرمات الكانسر اللي بالمعدة؟ اول شيء اكثر الاسباب، يعني حتى اذا انت ما قاعد تقدر تحطها، هي السموكينج، وين ما تروح حطها، تمام. بعد بلود جروب اي اكثر شيء يصير بيهم كانسر ان ذا ستومك. بعد السبب اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة اللي هو الاتش بايلوري. الاتش بايلوري يقول انه البيشنت ار ريسك ان ذا برينشيوس انيميا جاستريك اتروفي بيبتيك اكثر سيرجري او دايت انجستد اوف اوكي. يعني شنو قصده؟ قصده انه الاتش بايلوري، الاتش بايلوري تمام، التهاب بالاتش بايلوري بسبب شنو؟ بسبب برينشيوس انيميا، تسبب لي عفوا تسبب لي برينشيوس انيميا او تسبب لي جاستريك اتروفي او بيبتيك السار، تمام، نتيجه الى شنو؟ اما شخص ياخذ اسبرين هواي او ياخذ املاح كلش هواي او ان نيتروزا كومبوننت ادت الى انه الاتش بايلوري انفكشن بها يتطور فيسبب لي شنو؟ كانسر. اوكي، فبالبدايه عندي شنو السبب مالت من مات الكانسر ان ستومك، يعني بسبب بالكانسر ان ستومك، اما شخص مدخن او شخص بلاد جروب اي او اتش بايلوري. عرفنا الاتش بايلوري اذا صار في انفكشن شنو ممكن انه يسوي، تمام، والدايت العفو قصدي انه شنو ممكن يسوي، ليش صار بي انفكشن بالاتش بايلوري؟ لانه ياخذ اسبرين هواي او املاح هواي او ان نيتروزا كومبوننت، اوكي، فتطور الانفكشن ان اتش بايلوري سبب لي كانسر. زين، شنو الكلينيكال فيتشرز اللي راح يجي بيها المريض؟ اولا شنو اللي احنا راح نسوي له؟ بالبداية نسوي له فحص سريري، اوكي، حتى نعرف شنو الاعراض اللي جاي بيها، تمام. واغلب الاحيان الاعراض اللي هي الم بالمعدة، هيماتيميسيس، ميلينا، ذن الاعراض اللي يجي بيها. بعد نسوي له ناظور للمعدة، تمام، جاستروسكوبي.